يا مساء الفل على كل مشاهدي ومتابعي قناة الأهلي في كل مكان، وحلقة جديدة من كلام في الميديا. امبارح للأسف ما كنتش قدرت ان انا اكون معاكم في الحلقة لأسباب خاصة جدا، لكن النهاردة موجود معاكم. هنستمر في الظهور في هذا البرنامج عشان نحاول ان شاء الله بإذن الله ان احنا نقدم حاجة تكون مميزة ومختلفة لكل جماهير النادي الأهلي في كل مكان. النهاردة حلقة مهمة جدا لان في كلام كتير جدا وفي أمور عديدة خاصة باتحاد الكرة وبالتحديد بالأمس وبيان اللي خرج بالأمس من الاتحاد المصري لكرة القدم. فبالتالي هنتكلم في أمور كتير قوي وفيما يتعلق بالنادي الأهلي والخطوات اللي ممكن يتخذها النادي الأهلي خلال المرحلة المقبلة والإيجابيات من البيان الخاص باتحاد الكرة المصري بالأمس. كلام كتير جدا جدا في هذا الموضوع بالتحديد، بس خلينا نروح نشوف اهم عناوين حلقه النهارده ايه ونرجع مره ثانيه. لجنه التخطيط تواصل اجتماعاتها استعدادا للموسم الجديد. عبد الحفيظ ينفي وجود خلافات بين لجنه التخطيط والجهاز الفني. أجيري يعلن القائمه النهائيه لمنتخب مصر استعدادا لامم افريقيا. هاني رمزي صلاح ينسق مع أجيري موعد انضمامه للمنتخب. اللجنة المنظمة تضع الترتيبات الأخيرة قبل 10 أيام من انطلاق البطولة. أحمد حجازي يترقب عرضا للعودة إلى البريمير ليج. برشلونة يتوصل الاتفاق مع أياكس بشأن دي ليخت. طيب زي ما احنا شفنا كده العناوين كلها في الحقيقه عناوين مهمه جدا، لكن بصراحه يعني الاهم دلوقتي على الساحه الرياضيه المصريه وهو فيما يتعلق بالبيان الخاص بالاتحاد المصري لكره القدم، والكل يترقب رد فعل النادي الاهلي عقب هذا البيان. وده بعد ايه؟ بعد ما النادي الاهلي كان خرج مذكره، وبعد ما كان خرج كمان قرارات مهمة جدا وجهها لمجلس إدارة اتحاد الكرة المصري، واللي خد في الحقيقة وقته من خلال اجتماعات عديدة ومن خلال مشاورات عديدة ما بين أشخاص مختلفة سواء داخل اتحاد الكرة المصري أو من خلال اجتماعات ودية مع وزير الشباب والرياضة ورئيس النادي الأهلي الكابتن محمود الخطيب. الاجتماعات دي أسفرت عن قرارات لاتحاد الكرة ايا كان ايه اللي دار في الاجتماعات، احنا مش عارفين بالظبط، حتى لو عارفين من بعض الكواليس، لكن خلينا نتكلم في العموم والظاهر بالنسبه لنا كلنا بشكل علني. ان اتحاد الكره خرج ببعض من القرارات او بيان، خلينا نقول بيان كان مهم جدا بالامس. في الحقيقه بغض النظر عن موقف النادي الاهلي، مجلس اداره النادي الاهلي يرى ما يرى. مجلس اداره النادي الاهلي هيدرس الموقف وهيتخذ القرار الانسب في صالح النادي الاهلي، وبالتالي هيكون في صالح الكره المصريه مره ثانيه، لان قرارات النادي الاهلي قبل كده اللي خرجت من يومين ثلاثه كانت في صالح الكره المصريه بشكل عام، مش في صالح النادي الاهلي بس زي ما قلنا وعدنا في هذا الموضوع. لكن بالتحديد عايز اتكلم عن الايجابيات بغض النظر عن موقف النادي الاهلي وموقف مجلس اداره النادي الاهلي اللي احنا حتى هذه اللحظه مش عارفين، وهنا مش هنقول اي قرارات خاصه بالنادي الاهلي غير لما تطلع بشكل رسمي من النادي الاهلي. ليه؟ لان احنا قناه النادي، فطبيعي جدا لما هنقول حاجه هتبقى حاجه خارجه بشكل رسمي من مجلس اداره النادي الاهلي. حتى الان مفيش حاجه رسميا خرجت من مجلس الاداره، لكن في العموم خلينا نبص للجوانب الايجابيه من بيان الاتحاد المصري لكره القدم. في عده جوانب في الحقيقه، وانا بالنسبه لي او بالنسبه لكل المتابعين وكل عاشق الكره المصريه في كل مكان، هذه الجوانب وهذه الأمور الإيجابية تكمن في اعتراف الاتحاد المصري لكرة القدم من خلال بيانه بأخطائه في كيفية تنظيم وإدارة المسابقة. وفي الحقيقة الاعتراف هو بداية الإصلاح، ده شيء مهم جدا وشيء متعارف عليه، إن أنت لما بتعترف بغلطك في أي حاجة بقى، أي مجال من المجالات، في أي حاجة من الأمور اللي أنت بتديرها في حياتك الشخصية هتعترف بغلطك. لما تلاقي نفسك غلطت هتقدر ان انت تقف على اخطائك وبالتالي تقدر تصلحها. رغم ان اعتراف الاتحاد المصري لكره القدم بخطئه في اداره المسابقه
مفيش من خلاله بدايه للاصلاح في الموسم الجديد، ودي حاجه هفهمها لحضراتكم بعد كده من خلال بعد دقائق قليله. لكن المهم خلينا نتكلم في هذه الامور بالتحديد. انت تعترف بغلطك، ده شيء كويس جدا. ردودك على بعض الامور والقرارات اللي اصدرها النادي الاهلي في بيانه الاخير شيء اهم. ليه؟ لان القرارات دي بشانها هتيجي في صالح الكره المصريه في الاخر، وبتتمثل في ايه؟ اعترافه كمان بان النادي الاهلي كان على حق، وده الاهم بصراحه. لان كتير جدا من الناس اللي كانت بتعند بمنتهى الوضوح كده يعني مع وجهه نظر النادي الاهلي. طيب دلوقتي اتحاد الكره هو علنيا من خلال بيانه بيقول لك يا جماعه النادي الاهلي اعترف، او احنا معترفين بصحه موقف النادي الاهلي واللي اتكلم فيها ووجهه نظره في الحقيقه صحيحه جدا جدا، لكن طبقا للظروف والموسم الاستثنائي اللي احنا مرينا بيه. رغم، وانا احب اكد على الكلمه دي، رغم ان اتحاد الكره المصري لو كان عايز يخلص المسابقه قبل بطوله الامم الافريقيه كانت خلصت، لو ما كانش استهلك الوقت في خلال الايام الكتيره اللي فاتت دي قبل بطوله الامم الافريقيه والفرق اللي ليها مباريات مؤجله لعبت زي ما حصل مع النادي الاهلي واللي لعب كل 72 ساعه مباراه في فتره من الفترات، كان زمان الموسم خلص وبطوله الدوري خلصت وكنا ابتدينا موسم جديد بشكل مميز جدا. لكن هنا اتحاد الكره من ضمن الامور الايجابيه ورقم اثنين بالتحديد اللي انا بتكلم فيه مع حضراتكم هو خاص بيه، انه بيعترف النادي الاهلي كان على صواب من خلال موقفه وقراراته، وده شيء مهم. من ضمن الامور الايجابيه ايضا المهمه، وانا هنا بتكلم على الجوانب الايجابيه ليه؟ لان احنا عايزين نتفائل بالمرحله اللي جايه. كل ده بتكلم بعيد عن موقف مجلس اداره النادي الاهلي، انا بتكلم على الجوانب الايجابيه الخاصه باتحاد الكره. من ضمن الامور الايجابيه كمان انه قال لك ايه في البيان؟ قال لك احنا هنعمل او هنشكل لجنه برئاسه نائب رئيس اتحاد الكره المصري هو الكابتن احمد شوبير، طبعا الكابتن القدير والمحترم، وقال ان من خلال هذه اللجنه هيتم اعداد لائحه يتم عرضها على الانديه. النقطه دي بقى هنا مهمه جدا. ليه؟ لان عمرها قبل كده ما في اي لائحه تم عرضها على الانديه، دي اول مره هيقوم بيها الاتحاد المصري لكره القدم باعداد لائحه لاداره المسابقه، وده شيء مهم. وبعد ما يعد اللائحه دي هيعرضها على الانديه. يا جماعه ايه رايكم في اللائحه دي؟ هل اللائحه دي مناسبه للمسابقه ان شاء الله مع بدايتها وهنمشي عليها لغايه النهايه، ولا الامور ماشيه ازاي؟ كل نادي هيقول رايه، كل نادي هيقول ملاحظاته، ممكن بالتالي يكون في بعض التعديلات على هذه اللائحه. لكن الاهم ان في لائحه في الاخر، وده شيء مهم قوي ان يكون في لائحه في الاخر تمشي من خلالها المسابقه، بدل ما كل شويه احنا هنبتدي المسابقه ب 25 لعيب قائمه كل نادي، بعد كده بقول لك خليها 30 لعيب بس عشان ايه؟ بس امشي الامور. طيب اصل عندنا خمسه تحت السن، لا ما عندناش خمسه تحت السن. طب اصل الحكام خمسه في ارض الملعب، لا ثلاثه، لا كل ماتش وحسب ظروفه. طيب الحكام الاجانب، كل دي امور اكيد هتبقى موجوده في اللائحه هيتم الاتفاق عليها من بدايه الموسم. لكن بصراحه المهم واللي احنا نشوفه في الموسم الجديد دي الانديه تتفق عليها في النهايه بعد عرضها من قبل اتحاد الكره، وبعد ما يتفقوا عليها يشوفوا لو في حاجات عايزه تتعدل يعدلوها، وبعد كده ان شاء الله الموسم يبتدي على خير. رغم حاجه لكم برضه في كلام الموسم هيبقى استثنائي تاني يعني، لكن المهم ان الموسم يبتدي على خير ويمشي بشكل جيد. طيب الالتزام بتطبيق تقنيه الفار، ودي من ضمن الطلبات المهمه جدا. قبل ما اروح بس للشريف شعبان عايز اكمل النقاط الايجابيه من اتحاد من بيان الاتحاد المصري لكره القدم. الالتزام بتطبيق تقنيه الفار مع بدايه الموسم، وده لو تفتكروا حضراتكم مطلب من ضمن المطالب اللي طلبها النادي الاهلي في بيانه. وبالتالي اتحاد الكره رد على هذا المطلب وقال ان هو بيعد الانديه المصريه وبيعد النادي الاهلي، في معنى كلامه طبعا يعني ان شاء الله الموسم الجديد هيكون من خلال تطبيق تقنيه الفار، وقال ان احنا خدنا خطوات فعليه في التخاطب او في ان احنا نتواصل مع منظمه الايفاب اللي هي الخاصه بتطبيق هذه التقنيه علشان ان شاء الله باذن الله الموسم الجديد نشوف فيه تقنيه الفار، وبالتالي نتفادى بنسبه كبيره جدا، لان عمر اخطاء التحكيم ما هتخلص يعني، لكن هنتفادى بعضها بشكل او بنسبه كبيره كمان، وده هيكون شيء مهم، وده كان طلب من مطالب النادي الاهلي. واللي كان قبل كده لو نفتكر اتحاد الكره كان وعد النادي الاهلي قبل كده في شهر 10 تقريبا اللي فات، قال له على فكره احنا من 1/1/2019 يعني من 6 شهور فاتوا دول هنبتدي نطبق تقنيه الفار، وده كان في خطاب رسمي ومع ذلك ما حصلش. لكن ان شاء الله باذن الله المره دي يحصل بقى، لان المره دي الموضوع بعد ازمه كبيره اهي يعني، لازم تتفادى الاخطاء اللي انت ارتكبتها في الماضي.
الأهم بقى، ودي أهم نقطة إيجابية في بيان اتحاد الكرة. الأزمة أصلاً كانت في إيه؟ في توقيت القيد الأفريقي. ليه؟ هنعيدها على حضراتكم تاني، لأن أنت عشان تقيد لاعبين أفريقياً لازم تقيدهم محلياً. الاتحاد الدولي لكرة القدم في ضمن لوائحه بينص على إن مفيش أي نادي يقدر يقيد أي لاعبين في أي فترة انتقالات إلا لما الموسم الكروي في البلد دي ينتهي تماماً، أو بطولة الدوري بالتحديد تنتهي تماماً. فبالتالي الدوري هينتهي على حسب المواعيد اللي طلعها اتحاد الكرة بالأمس، هينتهي يوم 30/7 بمباراة الأهلي والزمالك. وعلى حسب آخر ميعاد حتى هذه اللحظة، آخر ميعاد طلع من الاتحاد الأفريقي والمتعارف عليه، إن هيكون فترة القيد الأفريقية من يوم 30 يونيو حتى يوم 30 يوليو. لكن اتحاد الكرة قال إيه بقى؟ قال يا جماعة إحنا بنتعهد بإن إحنا هنرحل، خلي بالك من كلمة ترحيل، هنرحل فترة الانتقالات الصيفية وفترة القيد الخاصة باتحاد الكرة من يوم 30/6 ليوم 5 أغسطس. بقول لك خلي بالك ليه من كلمة ترحيل، لأن معنى كلمة ترحيل إن البداية بتاعت فترة القيد وبداية فتح باب القيد في الاتحاد الأفريقي هتكون من 5 أغسطس. معنى كده إن هيكون معاك فترة كبيرة جدا تأيد فيها لعيبة. لا، ممكن واحد يقول لك لا، هو قصده ان هو هيمدها 6 أيام، يعني من 30 بدل ما تخلص يوم 30 يوليو تخلص 5 أغسطس. لا، لو قصده انه يمدها كان قال مد فترة القيد، لكن في بيان اتحاد الكرة قال لك ايه؟ قال لك ترحيل فترة القيد الافريقي. فبالتالي دي شيء، ده حاجة ايجابية بصراحة. انت كده بتحل لي الأزمة الأساسية الخاصة بمين؟ أهلي، زمالك، بيراميدز، مصر اللي هيشاركوا في البطولات الأفريقية. فبالتالي دي جزئية مهمة جدا جدا جدا، واتحاد الكرة المصري من ضمن الإيجابيات فعلا اللي قالها امبارح في بيانه، وهي خاصة بمشكلة القيد، لأن ده شيء مهم وده سبب الأزمة بالنسبة للكرة المصرية خلال الفترة الحالية. خلينا نتكلم بقى واقعيا، الوقت ضيق. الوقت ضيق، هل ممكن يلحق اتحاد الكره ان يخلص بطوله الدوري قبل بطوله الامم الافريقيه خلال ال 10 ايام دول؟ خلاص بطوله الامم الافريقيه نص عليها 10 ايام، صعب طبعا ان يلحق. واللوم هنا على اتحاد الكره، لان انت استهلكت الوقت عن عمد بقى، مش عن عمد، دي بقى انت ونيتك يعني، لكن انت استهلكت الوقت بصراحه، وكان ممكن ان انت تخلص الموضوع ده. لكن احنا في اللحظه دي، هل الامر واقعي ان خلاص صعب من خلال بيان اتحاد الكره واللي قال بسبب الظروف وبسبب عدم التوفيق في اداره المسابقه وكل الكلام اللي قاله ده، الامر واقعي؟ اه بصراحه الامر واقعي، وصعب جدا ان بطوله الدوري تخلص قبل بطوله الامم الافريقيه. انا كل ده بتكلم بغض النظر، لسه ما نعرفش قرار النادي الاهلي ايه بعد دراسته للموقف، لسه ما نعرفش النادي الاهلي هيطلع يقول ايه، واول ما هنعرف اكيد هنقول لكم على طول، لان اكيد النادي الاهلي لما هيكون ليه موقف هيعلنه بشكل رسمي، سواء من خلال موقعه الرسمي او من خلال قناته الرسميه، قناه النادي الاهلي. لكن في الحقيقه كلها امور مهمه جدا وايجابيه جدا من بيان الاتحاد المصري لكره القدم. هتقولي الاتحاد المصري ازاي بيقول لك ان القيد الافريقي هيخلص او هيبتدي بدايه من اغسطس، ان هو هيعدل القيد الافريقي، وهو اصلا اتحاد مصري مش اتحاد الافريقي يعني، واللي هو اللي قال كده. هقول لك لان الاتحاد المصري لكره القدم معتمد اعتماد كلي على الظروف اللي خدمته بصراحه في مباراه الترجي والوداد، وتاجيل او الغاء المباراه طبعا بسبب نتيجه المباراه، الغاء نتيجه مباراه الاياب وتاجيلها لموعد لاحق بعد بطوله الامم الافريقيه. فبالتالي مباراه الاياب بالتحديد اللي هتتلعب مره ثانيه ما بين الترجي والوداد هتتلعب بالقوائم القديمه للفرق دي او الفرقتين دول، فبالتالي هيتم تاجيل فتره الكيد، وده اللي معتمد عليه الاتحاد المصري لكرة القدم لحل أزمته مع الأندية المصرية. وأنا بقول الأندية المصرية لأن هي فعلا هتكون أزمة لكل الأندية المصرية، مش الأهلي بس، الأندية الواعية بمصلحتها. لكن مهم، هتحل لي الموضوع حله لي، أهلا وسهلا، أنا عايز حل الموضوع. لو هتحله لي أوكي، اللي بيكمن في إيه بالظبط؟ أهم نقطة، هو كل النقط مهمة في الحقيقة، لكن أهم نقطة موضع الأزمة فين؟ هو القيد الأفريقي. فخلاص اتحاد الكرة بيتعهد بحل أزمة القيد الأفريقي بما لا يضر الأندية المصرية من الجانب الفني، وده شيء مهم، ودي النقطة اللي احنا كنا مستنيينها يتكلم فيها اتحاد الكرة. فبالتالي هنا اتحاد الكرة رد على كل القرارات اللي طلبها النادي الأهلي في بيانه أول أمس أو من 3 أيام بالتحديد. الجزئية الثانية اللي عايزين نتكلم فيها قبل ما نروح لتفاصيل الأخبار، وهي خاصة بمواعيد بطولة الدوري أو ما تبقى من بطولة الدوري من 5 مباريات تقريبا، وده حاجة صعبة جدا، ومواعيد السوبر المصري
ومواعيد كاس مصر. يعني في الحقيقه بطوله الامم الافريقيه هتخلص يوم كام؟ يوم 19 يوليو. الاتحاد المصري حط اول مباراه في بطوله الدوري لاستكماله، هتكون مباراه الزمالك مع الجونه يوم 23 يوليو، وبعد كده الزمالك مع الاسماعيلي يوم 26، والمقاولين مع الاهلي في نفس اليوم يوم 26، ويختم مباريات بطوله الدوري ما بين الاهلي والزمالك يوم 30. هو متبقي اربع مباريات بس مش خمسه. تمام؟ ده بالنسبه لبطوله الدوري، لكن بقى النقطه هنا بالنسبه لبطوله الكاس. بطوله الكاس ايه؟ قال لك مباراه الاهلي وبيراميدز في دور ال 16 هتكون يوم الاربعاء 28/8. طب انت كده هتبتدي الموسم الجديد امتى؟ ما انت على حسب برضو اللي سمعناه من اتحاد الكوره ان الموسم الجديد هيكون في نص شهر 9 تقريبا. طب فتره الراحه هتبقى امتى؟ هتقول لي فتره الراحه اللي انت بتاخدها الفتره الحاليه دي، لا مش منطق، لان انا فتره الراحه دي المفروض ان انا بستم فيها اموري، بحط فيها خططي، بحط فيها استراتيجيتي للموسم الجديد، بحط فيها الاسس الخاصه بالفريق، سواء بالاستغناء عن بعض اللاعبين وتسويقهم او بضم لاعبين جدد لقائمه الفريق. فبالتالي ازاي هتقدر ان انت تدي راحه كبيره للاعبين في هذا التوقيت في ظل ضغط المباريات على الاهلي؟ هقول لكم طب مثال، لو الاهلي خسر من بيراميدز لا قدر الله في دور ال 16 هياخد راحه 20 يوم تانيين، فهيبقى في اختلاف وتباين في ان انت بتبتدي موسم او بتبتدي خلاص فتره من المباريات، ولا هتريح تاني وان شاء الله الاهلي طبعا يكسب. لكن يعني كلها امور بصراحه صعبه جدا وممكن تؤدي لي موسم استثنائي جديد. لا هي مش ممكن تؤدي، هي هتؤدي لموسم استثنائي جديد. بالنسبه كمان لبطوله السوبر المصري، بطوله السوبر المصري هتتلعب هذا الموسم، ودي بطوله سوبر ايه؟ يعني بطوله بتاعت موسم ايه؟ 2018. يعني دلوقتي لو الاهلي مثلا لعب بطوله السوبر، لعب سي مثلا الزمالك، اهلي او زمالك كسب، الصحف والوكالات العالميه والمواقع العالميه هتكتب ايه؟ هتقول لك مثلا النادي الاهلي بطل السوبر للموسم الكروي 2018. طب اللي هيقرا الخبر هيقعد يدعك في عينيه كده ويفكر احنا يا جماعه في 2018 2019؟ لا، هو ده حال الكره المصريه، هي دي الكره المصريه بتمشي كده للاسف. السوبر بتاع 2018 هيتلعب في 2019، وممكن السوبر بتاع 2019 يتلعب في 2022. لو فضلنا بالسيستم ده هنلاقي مواسم استثنائيه كتير، وده اللي كان بيتكلم فيه النادي الاهلي، ان كان لازم الموسم يخلص بدري بدري يا جماعه، وكان عندك الفرصه انك تخلص القصه بدري عشان تبتدي بشكل كويس، عشان ما يبقاش عندك مشاكل مستقبليه، وعشان تبقى عندك مسابقه محترمه بتدار بشكل محترم بدون ازمات ومشاكل هتكون متوقعه خلال الفتره اللي جايه. بقول لكم هتكون متوقعه للمشاكل بالنسبه للدوري في الموسم الجديد. ازمه الدوري في الموسم الجديد هتكون من خلال استئناف مباريات الدوري زي ما قلت لحضراتكم، التوقفات الدوليه. التوقفات الدوليه ده هيكون شيء غصب عنك. الموسم الجديد المفروض هيخلص في 34 اسبوع. ليه؟ احنا بنقول المفروض لان كل اسبوع بيتلعب ماتش زي كل البني ادمين في العالم، زي كل الدوريات في العالم، كل اسبوع تلعب ماتش واحد، بخلاف طبعا البطولات الافريقيه وبطولات المحليه الاخرى كاس بقى او كلام من ده. لكن الدوري المفروض بيتلعب كل اسبوع مباراه. بالمنظر ده لما هيكون عندك توقفات دوليه من المتوقع من يوم 7 ل 15 اكتوبر هيكون في توقف دولي، ومن يوم 11 ل 19 نوفمبر هيكون في توقف دولي، ومن يوم 23 ليوم 31 مارس هيكون في توقف دولي، فبالتالي بمعدل 3 اسابيع زياده هيضاف على بطوله الدوري. يعني انت كده هتوصل ل 37 اسبوع في بطوله الدوري، ده رقم واحد. عندك تصفيات الاولمبياد طوكيو 2020 المنتخب الاولمبي بيشارك فيها، فبالتالي هيكون في معسكر اعداد للبطوله دي، هيكون في فتره للتوقف الا اذا طبعا تم حل هذه الجزئيه مع الجهاز الفني للمنتخب الاولمبي، لكن احنا بنتكلم فيها ليه؟ لان انت عندك بعض اللاعبين من القوام الاساسي في الاهلي والزمالك بيلعبوا مع المنتخب الاولمبي. عندك بقى مباريات دوري الابطال والكونفدراليه اللي هيشارك فيها اربع انديه مصريه، وبالتالي هيتم تاجيل ليهم بعض المباريات، فبالتالي هيزيد عدد الاسابيع في بطوله الدوري، وبالتالي قد يصل عدد الاسابيع ل 45 اسبوع كمباريات او كبطوله الدوري بشكل عام. لكن هو طبيعي انت هتلعب 34 اسبوع، يعني 34 مباراه لكل فريق، لكن احنا بنتكلم الفتره الزمنيه لبطوله الدوري هتخلص خلال قد ايه. فبالتالي عدد 45 اسبوع لاقامه بطوله الدوري بتوقفات وبكل حاجه فيه، ده هيؤدي ل ايقافات كتير، بالتالي الايقافات دي هتؤدي لموسم استثنائي جديد ممكن يخلص على شهر 8
مش اللي جاي ده اللي بعده، فهتواجه نفس الازمه. نفسنا بصراحه يا جماعه ان احنا نبتدي مع الدوريات الاوروبيه والاتحاد الافريقي عد مواعيد بطولاته الافريقيه عشان يمشي مع هذا الاتجاه، وعشان يمشي مع بدايات الدول الاوروبيه البطولات الاوروبيه كلها بشكل عام سواء المحليه او القاريه يعني. فبالتالي مش عارف امتى هنتخلص من هذه الاستثناءات، وانا بقول لكم من دلوقتي هيكون في استثناءات جديده، هيكون في موسم استثنائي جديد بالنسبه للاتحاد المصري لكره القدم، وهتفضل الكلمه موجوده. بس المهم بقى ان الكلمه لما تكون موجوده ما تطبقش بس على النادي الاهلي، لا خلاص طبقها بقى على كل الانديه المصريه، لان خلاص النادي الاهلي السنه دي طبق عليه هذا او هذا المصطلح بالتحديد بشكل مبالغ فيه، وللاسف هو الوحيد اللي طبق عليه هذا المصطلح. يعني امور عديده حبيت اتكلم فيها مع حضراتكم مع بدايه الحلقه. خليني اقول لكم كمان ان النهارده في الجزء الثاني من حلقه اليوم هيكون معانا الناقد الرياضي الكبير استاذ عبد الحميد جلال عشان نتكلم باستفاضه في كل الامور على الساحه الرياضيه المصريه. كمان مستني تفاعل حضراتكم على هاشتاج كلام في الميديا على فيسبوك وتويتر، ورايكم في قائمه المنتخب النهائيه اللي هتقود بطوله الامم الافريقيه كمان 10 ايام بعد استبعاد كل من ابو الفتوح وابو جبل من القائمه، عشان تصبح القائمه 23 لاعب فقط بعد ما كانت 25 لاعب. مستنيين تفاعلكم معنا على صفحات قناه الاهلي المختلفه. نروح نشوف ايه اللي اتكتب عن الاهلي في الصحف، يلا بينا. الاخبار المسائي: الاهلي يرتب خطواته، يشكو لمركز التسويه قبل اللجوء للفيفا، واللعب المالي النظيف ضمن الملف. الأهرام: الأهلي يترقب الشكوى المستعجلة بمركز التسوية ضد اتحاد الكرة، ملف كامل في طريقه للفيفا، والنادي يكشف شروط عودته لاستكمال الدوري. الشروق: خلال اجتماع ثلاثي بين الخطيب وبوريدا بحضور وزير الرياضة، الأهلي يتمسك بحقوقه، وبوريدا يتعهد بحل أزمة القيد الأفريقي، مركز التسوية والتحكيم يفصل في الشق المستعجل لشكوى النادي ضد اتحاد الكره غدا. الوفد: الاهلي يقدم شكوى لمركز التسويه في ازمه الدوري، ويلجا لمحامي سويسري للتصعيد للفيفا. الجمهوريه: الاهلي يعسكر في اسبانيا، احتراف هاني مرفوض، استمرار اعاره ريان. اليوم السابع: الأهلي يضغط لاستمرار مسابقة الشباب مواليد 97 لتجنب مذبحة السيف. طيب يعني أخبار كلها في الحقيقة بشكل طبيعي جدا، لأن كله بيتكلم على خطوات النادي الأهلي التصعيدية، الأمور هتكون ماشية إزاي. برضو يعني خلينا ننتظر موقف النادي الأهلي، يرى ما يراه ويدرس الموقف بشكل مناسب، والمؤكد ان هو هياخد القرار الأنسب لصالح النادي الأهلي، وده اللي احنا متعودين عليه دايما من قبل مجلس إدارة النادي الأهلي سواء الحالي او اللي قبليه او اللي قبليه او اللي قبليه، لان ده تاريخ النادي الأهلي، دايما بيشوف ولاده بيشوفوا الصالح للنادي، واكيد بيلجأوا ليه، واكيد بيتخذوا قرار في هذا الاتجاه اللي هو بيكون صالح فيه او للنادي الاهلي. طيب الاخبار المسائي بيقول ان الاهلي يرتب خطواته، بيشكو مركز التسويه و قبل اللجوء للفيفا، ده شيء طبيعي وده تسلسل بيبقى طبيعي، ان انت بتروح الاول لاتحاد الكره، بعدين بتروح للجنه الاولمبيه، وبعدين بتروح للفيفا، وممكن تصعد اكتر من كده كمان للمحكمه الرياضيه الدوليه. فده طبيعي ان انت بتاخد قرارات وبتاخد خطوات وتسلسليه بشكل منطقي جدا عشان تبقى امورك ماشيه بنظام معروف، وما تبقاش تخطيت حد في تقديم الشكاوي الخاصه بيك. طيب الأهرام كمان بتقول إن الأهلي يترقب الشكوى المستعجلة بمركز التسوية ضد الاتحاد، ملف كامل في طريقه للفيفا، والنادي يكشف شروط عودته لاستكمال الدوري. العنوان من فوق احنا خلاص اتكلمنا فيه، لكن عايز اتكلم على الجملة الأخيرة أو الجزء الثاني من عنوان خبر الأهرام، وهو خاص بالنادي الأهلي يكشف شروط عودته لاستكمال الدوري. وطبعا الأستاذ عبد الحكيم أبو علم هو اللي كتب الخبر ده في جريدة الأهرام،
وبالتالي الشروط كلكم خلاص عرفتوها، والشروط رد عليها اتحاد الكرة المصري في بيانه، واللي هي خاصة بحل مشكلة القيد الأفريقي، وده اللي احنا اتكلمنا فيه، خاصة بتقنية الفار وحتمية تطبيقها، وده اللي احنا كمان اتكلمنا فيه مع بداية الحلقة، وكمان جزئية ان يكون في لائحة تدير مسابقة بطولة الدوري بانتظام، وان اللائحة دي يتم عرضها على الأندية للموافقة او عدم الموافقة عليها وتعديل بعض البنود فيها، وده شيء مهم قوي علشان ان شاء الله باذن الله نشوف دوري منتظم، بخلاف بقى زي ما قلت لحضرتك وشرحت لحضراتكم كده المدة الزمنية اللي ممكن يستغرقها بطولة الدوري الموسم الجديد. نروح للشروق، الشروق بتتكلم على ان خلال اجتماع ثلاثي بين الخطيب وابو ريده بحضور وزير الشباب والرياضه، الاهلي بيتمسك بحقوقه وابو ريده بيتعهد بحل ازمه القيد الافريقي، وده اللي احنا اتكلمنا فيها، لكن هو فعلا كان في اجتماع اول امبارح ما بين الثلاثي وزير الشباب والرياضه ورئيس الاتحاد المصري لكره القدم ورئيس النادي الاهلي. ليه؟ عشان كانوا بيحاولوا يلاقوا مخرج لهذه الازمه. اتأخرت شوية أو اتحاد الكرة اتأخر شوية في إيجاد مخرج، اتأخر ليه؟ عشان ما كانوش فاضيين الأشخاص ومسؤولين على اتحاد الكرة المصري، كانوا مشغولين بحاجات تانية. هتقولي ما هم مشغولين بواجب وطني، أوكي تشغل خليك مشغول بالواجب الوطني، بس في نفس الوقت لازم تشوف اللي هينجح الواجب الوطني ده إيه، وهي مسابقة بطولة الدوري، فلازم تتفرغ ليها. يا سيدي بلاش أعضاء كلهم، اعمل لجنه زي ما انت عملتها كده وما خدتش بقراراتها وتوصياتها عشان تلحق الدنيا يعني، وتحاول ان انت تعدل الامور وتحاول ان انت تنهي المسابقه، لكن هي واضح ان هي كانت مبيته عند الاتحاد المصري لكره القدم لاستهلاك الوقت. النتيجه هتكون ايه؟ هنعرف وقت لسه، هنشوف خلال الساعات القليله القادمه. طيب خلينا نروح للجمهوريه، واللي بتقول ان الاهلي يعسكر في اسبانيا، وهيكون في اكيد فتره اعداد للنادي الاهلي خلال الشهر المقبل شهر 7، مع نهايه شهر 7 يعني بالتحديد، او منتصف شهر 7، وده عشان يكون الفريق بيستعد لموسم جديد قديم. ازاي يعني؟ انت هتستعد لانهاء الموسم القديم وبعد كده تبتدي تلعب الموسم الجديد ورا بعض كده؟ والله عادي هنا في الكره المصريه، في كده في الكره المصريه، واحتراف هادي مرفوض واستمرار إعارة ريان. محمد هاني لعيب مهم جدا ومن ضمن أفضل اللاعبين الموجودين في مركز الظهير الأيمن في مصر، وصعب جدا صعب شوية إن النادي الأهلي يستغنى عن محمد هاني إلا لو كان الله أعلم، يعني إحنا بنقول استنتاجات لأن كلها أمور متروكة للجهاز الفني للنادي الأهلي وإدارة الكرة في النادي الأهلي. لو عرض مجرد شوية ممكن يكون في تفكير عند النادي الأهلي، هنعرف برضو، لكن محمد هاني حتى هذه اللحظة الجهاز الفني رافض إن محمد هاني، ده على حسب طبعا المكتوب في الخبر من الجمهورية، إن رافض إن محمد هاني يترك النادي الأهلي ويحترف في هذه الفترة لحاجة الفريق لجهوده. استمرار كمان إعارة أحمد ياسر ريان، لاعب بروميسنج جدا، لاعب مميز قوي، شفناه مع الجونة قدر إن هو في فترة الست شهور اللي فاتوا دول لسه ناقصه ماتش مع الزمالك بعد شهر ونص إن هو يحرز أهداف، ونشوف قدراته الهجومية وخد فرصة كويسة مع الجونة، فممكن يكون الاتجاه فعلا عند الجهاز الفني بقيادة مستر لاسارتي في استمرار أحمد ياسر ريان في الجونة عشان يكتسب المزيد من الخبرات في بطولة الدوري، وبالتالي إن شاء الله ما يرجع النادي الأهلي يكون أحد العناصر الأساسية اللي إن شاء الله تساهم مع النادي الأهلي في العديد من الأهداف والبطولات والمباريات. اليوم السابع الأهلي يضغط لاستمرار مسابقة الشباب مواليد 97 لتجنب مذبحة السيف، طاهر محمد طاهر يحصل على 1,000,000 جنيه مقدم التعاقد وشكوى اتحاد الكره الى لجنه التسويه رسميا. طب خلينا ناخد الخبر جزء جزء. الجزء الاولاني بيقول لك ان الاهلي بيضغط لاستمرار مسابقه الشباب مواليد 97 لتجنب مذبحه السيف. في الحقيقه مش النادي الاهلي بس اللي بيضغط، اكيد الانديه كلها هتكون عايزه القرار ده. ليه؟ لان في عدد كبير جدا من انديه بطوله الدوري الممتاز عندهم عدد كبير جدا من اللاعبين تحت السن او اللي هم مواليد 97 بالتحديد، لان لك تتخيل النادي الاهلي عنده حوالي 7-8 لعيبه، يعني عنده صلاح محسن، محمد محمود، احمد حمدي، ناصر ماهر، كريم نيدفيد، اكرم توفيق، احمد ياسر ريان الجزار، وكمان لو رمضان صبحي استمر مع النادي الاهلي، فبالتالي انت كده بتحط النادي الاهلي في موقف صعب جدا. لو انت لغيت المسابقه هتضطر ان انت تأيد اللاعبين دول في قائمه الفريق الاول،
او تستغنى عن بعضهم. فاسماء كلها مهمه يعني، اسماء كلها مهمه جدا بالنسبه للنادي الاهلي. فاعتقد الموضوع هيكون صعب، واعتقد اتحاد الكره كمان هيفكر في مصلحه الكره المصريه مش النادي الاهلي بس، ان اكيد انديه كتير جدا من بطوله الدوري عندهم لاعبين تحت السن مش عايزين يخسروهم لاهميتهم اكيد، وكمان لاهميه استمرار مسابقه 97 عشان بتكون اعداد لهؤلاء اللاعبين في مختلف الانديه ان هم يكونوا متواجدين في الفريق الاول بشكل مميز. الجزء الثاني من الخبر هو خاص بطاهر محمد طاهر، وان هو حصل على 1,000,000 جنيه مقدم التعاقد. موضوع محمد طاهر موضوع لسه يا جماعه ما فيش كلام فيه خالص، والنادي الاهلي لما بيخش في فوضات مع اي حد بيسلك الطرق الشرعيه ومخاطبه ادارات النادي اللي بيرغب من خلاله التعاقد مع احد لاعبيه، فبالتالي اكيد في طرق بيسلكها النادي الاهلي. ما فيش 1,000,000 جنيه خالص طاهر محمد طاهر، ممكن يكون من ضمن الليست النادي الاهلي اللاعبين النادي الاهلي ممكن يكون عايز يتعاقد معاهم، او ممكن لعيب مميز، او لعيب مميز جدا ممكن يكون افاده للنادي الاهلي، وارد جدا يكون مفيد للنادي الاهلي. لكن التوقيت امتى يا جماعه؟ ده لسه الموسم ما خلصش، احنا لسه هنلعب المقاولين على فكره، يعني لسه هنلعب المقاولين كمان شهر ونص يعني، ده لو يعني ما اعرفش بس اقول مثلا يعني. فلسه موضوع طاهر محمد طاهر او اي لعيب اخر لسه المفاوضات ما خلصتش يعني، ولا لسه اصلا في اي جديد في هذه المواضيع، ولا حد خد 1,000,000 ولا 2 ولا 3 ولا اي حاجه. فبالتالي ده كان خبر مهم وجزئيه مهمه جدا من ضمن اخبار النادي الاهلي في الصحف النهارده. نروح نشوف ايه بقى اللي اتكتب في المواقع. نروح في الشروق. لاسارتي يحدد احتياجاته في الموسم الجديد قبل الرحيل إلى أوروغواي. اليوم السابع، مجلس الأهلي يجتمع اليوم لمناقشة قضايا إدارية ورياضية. الوطن، الخطيب يجتمع بطه إسماعيل والقيعي لمناقشة الصفقات الجديدة. بوابة أخبار اليوم، ما أشبه الليلة بالبارح، الدوري الأطول عبر التاريخ، فأل خير للأهلي. الفجر، الأهلي يحتفل بعيد ميلاد وليد أزارو 24. الشروق، لاسارتي يتمسك باللاعبين الأجانب في الأهلي. صدى البلد، المقاولون العرب عن توقيع طاهر محمد طاهر للأهلي، الأهلي أكبر من كده. 1-3، الأهلي يكشف حقيقة الصدام بين لاسارتي ولجنة التخطيط للكرة. طيب اخبار برضو متعلقه بالنادي الاهلي في المواقع، خليني ابتدي بالشروق، وان بتقول ان لاسارتي بيحدد احتياجاته للموسم الجديد قبل رحيله لاوروغواي. الراجل هيروح اكيد ياخد فتره راحه، لان خلاص مفيش اي ارتباطات للنادي الاهلي خلال الفتره اللي جايه، فبالتالي لاسارتي يعني ممكن ياخد اجازه او حاجه، فطبيعي جدا ان هو قبل ما يروح بلده هيقدم تقرير للجنة التخطيط للكابتن محمود الخطيب المشرف العام على الكرة، وده شيء متبع وشيء طبيعي جدا سيستم النادي الأهلي، شيء طبيعي جدا أنت أي مدير فني بيقدم تقرير عن احتياجاته للموسم الجديد وعن استغناءاته أو تسويق لاعبين أو بعض اللاعبين اللي ممكن يكون هو مش محتاجهم في الموسم الجديد، يعني أشياء كلها طبيعية يعني. ده بالنسبة لخبر جريدة الشروق. اليوم السابع بتقول إن مجلس الأهلي يجتمع اليوم لمناقشة قضايا إدارية ورياضية. اوكي يعني ممكن يكون في اجتماع لمناقشه بعض القضايا، النادي الاهلي اكيد فيه امور كتير جدا سواء اداريه انشائيه رياضيه بيتخذ فيها بعض القرارات، وكلها بتخرج من اجتماع او اجتماعات مجلس اداره النادي الاهلي. الوطن بتقول ان الكابتن محمود الخطيب بيجتمع بالكابتن طه اسماعيل والقيعي المهندس عادل القيعي لمناقشه الصفقات الجديده. طيب خلينا نقول ان في اكيد اسماء مقترحه للتعاقد بالنسبه للنادي الاهلي او الانضمام للنادي الاهلي خلال الفتره اللي جايه، هيبقى في مناقشه لهذه الاسماء، اكيد هيبقى في مناقشه لهذه الاسماء لان القرار ما بيبقاش فردي شويه. طبعا القرار الاول والاخير لمستر لاسارتي، ده شيء مفروغ منه، او للمدير الفني ده شيء مفروغ منه، لكن ممكن يتم ترشيح بعض اللاعبين
للجهاز الفني من مين؟ من قبل لجنة التخطيط برئاسة الدكتور طه اسماعيل او الشيخ طبعا طه اسماعيل. فبالتالي ده شيء اكيد مهم ايضا، وهنشوف خلال الفترة اللي جاية هيتم الاستقرار على مين عشان ينضم للنادي الاهلي. لكن كل شيء يا جماعة ليه توقيته، الكلام الفترة الجاية هيكون كتير قوي قوي على التعاقدات والاستغناءات، فما تصدقوش اي حاجة خلال الفترة اللي جاية، لان طبيعي جدا كل فترة زي في اي حتة في العالم لما بيخلصوا الدوري، ما عدا احنا ما خلصناش يعني، بس لما بيخلصوا الدوري بيتم مناقشة الصفقات والدنيا هتبقى ماشية ازاي. النهارده بالمناسبة عيد ميلاد وليد أزارو أحد نجوم النادي الأهلي زي ما بتقول جريدة الفجر، وزي ما احتفل الموقع الرسمي للنادي الأهلي على صفحاته كمان المختلفة على السوشيال ميديا بعيد ميلاد نجم من نجوم النادي الأهلي هو وليد أزارو، واللي في الحقيقة كان هداف الدوري الموسم الماضي، أحرز 18 هدف، وأكثر لاعب أجنبي أحرز أهداف في موسم واحد هو وليد أزارو. ممكن يكون بيواجه بعض الانتقادات، وارد جدا مفيش أي حد فوق الانتقادات في الحقيقة، لكن في اعتقادي الشخصي يعني وليد أزارو من ضمن أفضل اللاعبين الأجانب الموجودين، حتى لو بيهدر شوية لكن لعيب مهم قوي في أرضية الملعب. خلينا نروح نشوف وليد أزارو. طيب يعني وليد أزارو في الحقيقة لعيب مهم جدا، ممكن البعض بيكون شايف ان وليد شوية بيضيع فرص كتير، لكن انا بشوف في الحقيقة ان هو لعيب مهم جدا، وكل المدربين اللي تولوا تدريب وليد أزارو اشادتهم به كبيرة جدا. ان شاء الله الفترة اللي جاية لما تعود في بطولة الدوري او البطولات المختلفة اللي هيشارك فيها وليد أزارو مع النادي الاهلي يكون متألق باذن الله ويعود للتهديف بشكل كبير جدا. كل سنة وانت طيب يا وليد، وكل التوفيق ليك ان شاء الله خلال المرحلة المقبلة. الشروق بتقول ان السارتي بيتمسك باللاعبين الاجانب في الاهلي. عندك اربع لاعبين اجانب مهمين جدا في النادي الاهلي، جيرالدو، وليد أزارو، علي معلول، جونيور اجاي. الاربعه ما شاء الله عليهم لاعبين مميزين جدا، طبيعي ان المدير الفني يتمسك بيهم، شيء طبيعي جدا. لكن لو النادي الاهلي فكر ان هو يتعاقد مع لاعبين اجانب هيكون لعيب واحد فقط، هيكون على حساب احد هؤلاء بكل تاكيد، شيء منطقي وشيء بديهي يعني. لكن هيكون في حسابات كتير قوي 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 قبل اتخاذ هذا القرار يعني، فكلها امور متروكه للجهاز الفني للنادي الاهلي والمستر سارتي المدير الفني للنادي الاهلي. صدى البلد وده تصريح مهم جدا عن المقاولون العرب وتوقيع والكلام الكتير اللي خارج عن توقيع طاهر محمد طاهر بالنادي الاهلي، والاستاذ محمد عادل المشرف على الكره في مقاولون، او المهندس محمد عادل المشرف على الكره في مقاولون العرب، قال ان الاهلي اكبر من كده، قال النادي الاهلي دايما مش بيعمل الاساليب دي او مش بياخد هذه الخطوات، لان النادي الاهلي فعلا نادي عنده سيستم معين في التفاوض حتى مع الأندية المختلفة، أكيد هيخاطبوا النادي اللي هم راغبين من خلاله يتعاقدوا مع أحد لاعبيه، وأكيد هيكون في اتفاقيات وكلام من ده، لكن توقيع قبل مقابلة النادي ده مع أحد اللاعبين شيء مش من عادات وتقاليد النادي الأهلي، ده شيء أكيد طبعًا. 1-3 بتقول ان الاهلي يكشف حقيقه الصدام بين لاسارتي ولجنه تخطيط الكره. طب يا جماعه هو منطقي اصلا يكون في صدام؟ هو الناس لحقوا يقعدوا يعني؟ هو امتى هم قعدوا مره واحده؟ قعدوا مره واحده يعني الاجتماعات الخاصه بلجنه التخطيط
في النادي الاهلي اللي بيترأسها الدكتور طه اسماعيل والكابتن خالد بيبو كعضو والكابتن زكريا نصف طبعا وكلهم قامات كبيره جدا. اجتمعوا مرتين مع الكابتن محمود الخطيب ومره واحده بس مع مستر لاسارتي. طب لحقوا يبقى في خلافات يعني؟ لسه ما فيش اي حاجه ومش هيبقى في خلافات لان برضو الناس اللي اتربت جوه النادي الاهلي عارفين كويس جدا كيف تدار الامور في النادي الاهلي، كل واحد عارف دوره وواجباته بشكل مهم جدا وبشكل مفهوم جدا، فبالتالي موضوع الخلافات ده بيبقى نادرا جدا جدا يعني. فلسه بدري على الكلام ده، يعني الناس مستعجله شويه على الخلافات وكلام من ده، لكن اكيد هيكون في تنسيق كامل متكامل ما بين مستر لاسارتي والجهاز والمعاون وبالتنسيق مع لجنه التخطيط للنادي الاهلي. طيب خلينا نروح نشوف اهم الاخبار المحليه والاخبار العالميه وكمان اخبار محترفينا في الخارج. يلا بينا. الشروق، الجري يعلن قائمه المنتخب الوطني النهائيه بامم افريقيا. الوطن، هاني رمزي صلاح ينسق مع الجري موعد انضمامه للمنتخب. بوابة أخبار اليوم، مدير منتخب مصر يكشف عن الزي الرسمي في الدور الأول لأمم أفريقيا. بوابة الأهرام، غدا المؤتمر الصحفي لمباراة مصر وتنزانيا الودية. الفجر، علي يقود هجوم المنتخب أمام تنزانيا والشناوي حارسا للمرمى. يلا كورة، ترتيب قائدي المنتخب بأمم أفريقيا، صلاح سادسا وأحمد علي في مركز متقدم. فيتو، لجنة كأس أفريقيا 2019 بدء العد التنازلي للبطولة. كرة، حجازي يترقب عرضا للعودة إلى البريمير ليج. سبورت 360، برشلونة يتوصل لاتفاق مع اياكس بشأن دليخت. سكاي نيوز عربية، حل وحيد امام بوجبا للانتقال الى ريال مدريد. طيب الشروق خلاص بتقول ان اتحاد الكرة المصري والجهاز الفني المنتخب المصري الاول اعلن القائمة النهائية للمنتخب. تم استبعاد مين؟ كل من ابو جبل حارس مرمى سموحه وابو الفتوح لاعب سموحه المعار من نادي الزمالك، بالتالي القائمه بقت كام لعيب؟ بقت 23 لعيب، وده طبقا للوائح الاتحاد الافريقي للبطولات القاريه او البطولات الافريقيه الخاصه بالمنتخبات، ان اكثر عدد ليك هو 23 لعيب. فبالتالي خلينا نقول لحضراتكم القائمه النهائيه لمنتخب مصر اختارها مستر اجيري، واللي اكيد بنتمنى له كل التوفيق في حراسه المرمى محمد الشناوي، احمد الشناوي، محمود جنش، خط الدفاع احمد المحمدي، عمر جابر، ايمن اشرف، محمود الونش، باهر المحمدي، احمد حجازي، احمد ايمن منصور، محمود علاء. ده بالنسبه لخط الدفاع. خط الوسط، وليد سليمان، عبد الله السعيد، محمد النني، طارق حامد، علي غزال، محمود تريزيجيه، عمرو ورده، نبيل عماد دونجا، ومحمد صلاح. في خط الهجوم كل من مروان محسن، احمد حسن كوكا، واحمد علي. تتفق تختلف على القائمة؟ في ناس كتير جدا مختلفة في الحقيقة على قائمة المنتخب. في ناس كتير جدا من المتابعين والمحبين للكرة المصرية والمترقبين بفارغ الصبر بطولة الأمم الأفريقية شايفين إن قائمة المنتخب في الحقيقة مش هي دي القائمة اللي تقدر تقودك للفوز بالبطولة على أرضك كمان يعني. لكن خلاص دي القائمة، الراجل اختارها، الجهاز الفني منتخب مصر اختارها، واجبنا احنا ايه؟ ودورنا احنا ايه؟ إن احنا نساند بكل ما أوتينا من قوة. لان هدفنا في النهايه مش ان اللاعب الفلاني يروح منتخب مصر او اللاعب العلاني ده ما كانش يبقى موجود في قائمه المنتخب، لا بصراحه هدفنا كلنا كمصريين بمختلف الانتماءات، وده شيء طبيعي وبديهي جدا، واجبك الوطني انك ان شاء الله باذن الله منتخب مصر يفوز ببطوله الامم الافريقيه للمره الثامنه في تاريخه. فبالتالي دورنا كلنا باذن الله كمصريين مسانده مستر اجيري وجهازه الفني ومساندة كل لاعبي وقائمة منتخب مصر خلال المرحلة المقبلة. الوطن، وده خبر غريب بالنسبة لي شوية في الحقيقة، بتقول إيه؟ إن هاني رمزي بيقول إن صلاح ينسق مع أجيري موعد انضمامه للمنتخب.
طيب الفتى المدلل للمصريين هو محمد صلاح، وده اكيد شيء معروف يعني. ليه؟ لان الراجل رافع بصراحه اسم المصريين وراس المصريين بشكل كبير قوي في اوروبا. هداف الدوري الانجليزي مرتين ورا بعض، احسن لعيب في الدوري الانجليزي الموسم اللي فات مش الاخير اللي قبليه يعني، وثالث احسن لعيب في العالم، والراجل فاز بالتشامبيونز ليج وهداف فرقته في بطوله التشامبيونز ليج. فبالتالي من حقك انك تتدلع، لكن في نفس الوقت عندك واجب وطني. وهنا مش بنتقد صلاح في الحقيقه يعني، لكن طبيعي انه ياخد راحه. بس اللي انا بعلق عليه يا جماعه، او اللي اعتقد ناس كتير جدا بتعلق عليه، ان هو لازم يبقى في مده محدده للراحه. يعني انت تقول لي دلوقتي محمد صلاح هيريح يا جماعه او واخد قسط من الراحه حوالي 6-7 ايام، اوكي بعد الست سبع ايام دول ينضم للمعسكر. لكن واضح ان الفتره مفتوحه بالنسبه لمحمد صلاح من غير تحديد اي مده لعوده او اي تاريخ لعوده محمد صلاح للاستعدادات لبطوله الامم الافريقيه مع منتخب مصر زي ما المنتخب كله بيستعد. طب دلوقتي ناقص 10 ايام بس على البطوله، صلاح هيرجع امتى عشان يستعد؟ وهل فتره الراحه اللي خدها دي لما يرجع الاسبوع مثلا، سي رجع بكره او بعد ولا حاجه، هيبقى ناقص ايه؟ 8 ايام مثلا. الثمان ايام دول هيكونوا كافيين لمحمد صلاح ان هو يكون مستعد وجاهز بنسبه 100% للمشاركه في بطوله الامم الافريقيه ومساهمه مع منتخب مصر بالفوز بالبطوله؟ مش عارف، انا اشك في الموضوع ده، لكن اتمنى ان شاء الله ان هو يكون جاهز بنسبه 100% ومليون في الميه، لان املنا في الحقيقه عليه يعني بشكل كبير. لكن انا بلوم على اتحاد الكره والمسؤولين على الفريق ومنتخب مصر بالتحديد، انك لازم ايا كانت نجوميه اللاعب اللي عندك انك تحدد معاه ميعاد. يا صلاح انت يوم كذا تبقى موجود في المعسكر، خلاص لازم تبقى الامور ماشيه كده. مش عارف بصراحه هم بيفكروا ازاي او تفكيرهم ايه، بس يعني ايا كان نتمنى ان صلاح ان شاء الله يقود منتخب مصر للفوز ببطوله الامم الافريقيه، وده بالمناسبه هيساعد صلاح في ان هو يكون مرشح بقوه للفوز بالبالون دور كاحسن لعيب في العالم. ممكن يبقى عندنا لعيب مصري ياخد احسن لاعب في العالم، اه ممكن. ليه؟ انت عندك صلاح خد ثالث احسن لاعب في العالم، ممكن يبقى ان شاء الله احسن لاعب في العالم وتبقى اول مره في تاريخ مصر يعني. نتمنى كل التوفيق يعني. ما كناش نحلم صحيح ان لاعب مصري يرفع الشامبيونز ليج يعني، الواحد ما كانش مصدق ان صلاح ياخد البطوله دي يعني، لاعب مصري ياخد البطوله دي. نتمنى له ان شاء الله ان هو يوفق مع منتخب مصر في حصد بطوله الامم الافريقيه، وكمان ياخد احسن لعيب في العالم. المنافسه صعبه لان معاه فان دايك مدافع فريق ليفربول وزميله في الفريق، واللي وصل نهائي دوري الامم الاوروبيه مع هولندا لكن خسر امام البرتغال، وفي المقابل رونالدو فاز بهذه البطوله. فالمنافسه هتبقى صعبه بكل الاحوال على البالون دور، في المقابل كمان تواجد ساديو ماني بمنتخب السنغال القوي اللي من الوارد ومرشح بكل قوه انه يفوز ببطوله الامم الافريقيه، فكلها امور لسه هنشوفها مع الوقت يعني. الفجر بتقول ان احمد علي هيقود هجوم منتخب مصر امام تنزانيا، والشناوي حارسا للمرمى. بصراحه احمد علي يستحق، من اللاعبين اللي تستحق ان هم يكونوا موجودين في قائمه المنتخب في البطوله دي. ليه؟ لان الراجل جايب 17-18 جون لحد دلوقتي في بطوله الدوري، وناقصه لسه ليه كمان ماتش مع النادي الاهلي ان شاء الله ما يجيبش فيه جون خالص يعني. لكن الراجل بيأدي موسم اكثر من رائع وهداف الدوري، واستحق في الحقيقه اللي بيتابع احمد علي يستحق ان هو يكون متواجد في قائمه منتخب مصر. فطبيعي في الماتشات الوديه مستر اجيري يديله فرص عشان يثبت جدارته بارتداء قميص المنتخب الوطني، لان اكيد في اختلاف ما بين انك تلبس تيشيرت منتخب مصر وانك تلبس تيشيرت اي نادي تاني غير الاهلي والزمالك. احمد الشناوي هو اللي هيقود حراسه المرمى في مباراه تنزانيا، مش محمد الشناوي، على ان يكون محمد الشناوي هو الحارس في المباراه الاخرى، مباراه غينيا على ما اعتقد هي المباراه الثانيه لمنتخب مصر اللي هيستعد من خلالها لبطوله الامم الافريقيه. لكن لسه مش عارفين ممكن يكون مين هو الحارس الاساسي لمنتخب مصر في ظل تقارب المستويات ما بين حراس المرمى الثلاثه، سواء احمد الشناوي، محمد الشناوي، او جنش حارس مرمى الزمالك. يلا كره بتقول الترتيب بتاع قائدي المنتخب في امم افريقيا، وبتقول ان محمد صلاح هو رقم 6 وان احمد علي في مركز متقدم. خلينا اقول لحضراتكم الترتيب بالظبط ايه. كابتن منتخب مصر في بطوله الامم الافريقيه في حال لعبه اساسي او بدايته كاساسي في المباريات هيكون احمد المحمدي، بعديه هيكون مين؟ هيكون وليد سليمان رقم 2، رقم 3 هيكون عبد الله السعيد، ده طبقا طبعا للاقدميه يعني، رقم 4 احمد علي، رقم 5 محمد النني، رقم 6 محمد صلاح. بيجي بقى بعديهم مين؟ احمد حجازي، عمر جابر، احمد الشناوي، ومروان محسن. ده ترتيب قائدي منتخب مصر في بطوله الامم
الأفريقية. نروح لبعض الأخبار العالمية، وبرضو بيبقى فيها بعض الأخبار الخاصة بمحترفينا في الخارج، فبالتالي هتكلم من موقع كورة، واللي بيقول إن حجازي يترقب عرضا من البريمير ليج الدوري الإنجليزي الممتاز عشان ينضم لأحد الفرق في الموسم الجديد بدل ما يلعب في الشامبيونشيب مع ويست بروميتش بعد ما أخفق ويست بروميتش في التأهل للبريمير ليج. فبالتالي أحمد حجازي نفسه ان هو يكمل في اوروبا وبالتحديد في الدوري الانجليزي. يقال ان هو منتظر عرضا من ويست هام المتواجد في الدوري الانجليزي الممتاز، واحد الفرق العريقه اللندنيه العريقه في انجلترا يعني. فلو راح طبعا تبقى خطوه حلوه قوي لاحمد حجازي، نتمناها له. لكن في نفس الوقت بصراحه نتمنى انه لو ما خدش الخطوه دي يرجع بقى نادي الاهلي يعني. اكيد نتمنى كل الناس تحترف، لكن احنا في نفس الوقت نفسنا يكون في لعيب بقدرات احمد حجازي موجود ويرجع بيته في النادي الاهلي. ده طبعا لرغبات احمد حجازي وطموحاته الاوروبيه، لكن طبيعي جدا، وانا بقول لكم ان احمد حجازي لو رجع مصر هيبقى في النادي الاهلي. لكن حتى الان تفكير اللاعب في الاستمرار في الاحتراف الاوروبي وتحديد في الدوري الانجليزي، فهو منتظر عرض من ويست هام يونايتد الانجليزي. ده بالنسبه لاحمد حجازي. سبورت 360، وفيما يتعلق ببرشلونه اللي يعتبر عمل موسم سيء، هتقولي ازاي ده واخد الدوري؟ بس اخفق في الشامبيونز ليج وخسر كمان كاس الملك، فبالتالي بيتوصل برشلونه لاتفاق مع اياكس بشان مين؟ بشان ديليخت اللي قدامكم على الصوره ده، لعيب مدافع مميز جدا كلكم خلاص عرفتوه، كلكم بتتابعوا الشامبيونز ليج فشفتوا قدرات هذا اللاعب سواء مع اياكس او حتى مع المنتخب الهولندي. فبالتالي لعيب عنده 18 19 سنه بهذه القوه الجسمانيه ما شاء الله عليه وبقدراته الفنيه كمدافع، وهو اللاعب اللي بيلعب كمان جنب فان دايك. وعلى فكره في تفكير من ليفربول بالتعاقد مع هذا اللاعب، لكن الاقرب حتى اللحظه دي هو برشلونه، واللي اعتقد ان من خلال الخبر في 360 ان خلاص برشلونه بتتوصل لاتفاق نهائي مع اياكس لانضمام هذا اللاعب لصفوفهم مع بدايه الموسم. اخر خبر معانا عايزين نعلق عليه وهو خاص ببول بوجبا من سكاي نيوز عربيه. بول بوجبا كلام كتير جدا على بول بوجبا، وكان راح في صفقه قياسيه من يوفنتوس لمانشستر يونايتد ب 100 مليون يورو. هل احنا شفنا اداء مميز لبول بوجبا مع مانشستر يونايتد؟ هقول لك على فترات، لكن كان مؤثر، هو مؤثر بس وجوده ما ساعدش مانشستر يونايتد في عوده البطولات. ممكن السنه اللي فاتت بس خدوا اليوروبا ليج مع مورينيو، لكن مش هو دي او مش هي دي طموحات فريق بحجم مانشستر يونايتد. التفكير في ريال مدريد في التعاقد، وطب بالتحديد زين الدين زيدان، ان هم عايزين يتعاقدوا مع بول بوجبا كاضافه لوسط الملعب. الحل الوحيد واللي بتقوله سكاي نيوز ان الحل الوحيد امام بوجبا ان هو ينتقل لريال مدريد ان هو يطلب رسميا من مانشستر يونايتد ان هو يمشي. غير كده مانشستر يونايتد مش هترد على اي عروض. ليه؟ لان على حسب اللي قالوه ان ريال مدريد بعت عرض مبدئي لمانشستر يونايتد، وحتى هذه اللحظه العرض ده بقى له اسبوع تقريبا، حتى هذه اللحظه محدش رد مانشستر يونايتد. فالحل الوحيد بالنسبه لبول بوجبا لو عايز يروح ريال مدريد ان هو يطلب رسميا من اداره مانشستر يونايتد ان هو يروح ريال مدريد. هنشوف الايام الجايه، لان واضح ان ريال مدريد هتعمل صفقات قويه جدا، لان هم حتى الان جابوا يوفيتش من انتراخت فرانكفورت الالماني، جابوا ايدن هازارد من ابرز الصفقات من تشيلسي، ونجم كبير جدا جدا وهيفرق قوي مع ريال مدريد. وانا سعيد جدا بالصفقه دي في الحقيقه، لان انا بشجع ريال مدريد يعني. وكمان جابوا ميليتاو من بورتو البرتغالي، يعني ماشيين في طريقهم ان هم بيحاولوا يتعاقدوا مع بعض اللاعبين اللي هم ممكن يضيفوا ليهم. كمان بيتفاوضوا مع ميندي الباك ليفت بتاع ليون، والكلام على بول بوجبا إريكسون، وكمان الصفقه اللي ممكن تكون اقوى صفقه في موسم الانتقالات الصيفيه وهي صفقه كليان امبابي لاعب ونجم باريس سان جيرمان ومنتخب فرنسا. رغبه قويه جدا عند ريال مدريد وزين الدين زيدان في انتداب هذا اللاعب، والرغبه كمان متبادله من امبابي في الانضمام لريال مدريد. الايام القادمه قد تشهد انضمام امبابي كمان لريال مدريد، هيكون موسم انتقالات ناري بالنسبه لريال مدريد للعوده لحصد الالقاب. نتمنى لهم كل التوفيق. طيب يعني دي كانت ابرز الاخبار، اتكلمنا في اخبار كتير جدا سواء فيما يتعلق بالنادي الاهلي في الصحف او في المواقع، وكمان الاخبار المحليه والعالميه، وكمان اخبار محترفينا في الخارج. هنروح لفاصل سريع، بعد الفاصل فقره غايه في الاهميه مع ضيفنا العزيز الاستاذ عبد الحميد جلال الناقد الرياضي الكبير، عشان نتكلم في امور عديده جدا جدا، واكيد كلكم هتكون مهمه بالنسبه لكم هذه الامور. استنونا بعد الفاصل. بينورني وشرفني في الاستوديو استاذ عبد الحميد جلال الناقد الرياضي، وهنتكلم معاه في عديد من الامور على الساحه الرياضيه المصريه. استاذ عبد الحميد منورنا وشرفنا.
منور بنورك يا استاذ امير، واهلا بيكم في كل الساده المشاهدين، ودايما متالق كده على طول. ربنا يكرمك يا رب. اخبارك ايه؟ تمام الحمد لله. كلام كتير جدا وقضايا كتيرة عايزين نتكلم فيها، وبالتحديد عايز اخد رايك في المشهد على الساحه الرياضيه المصريه الكرويه بالتحديد، فيما يخص اتحاد الكره والنادي الاهلي وبيان اتحاد الكره بالامس. كيف ترى هذا المشهد؟ انا من وجهه نظري بيان اتحاد الكره هو ادانه لاتحاد الكره نفسه، هو اعتراف ادانه لاتحاد الكره نفسه ان هو فشل الى حد كبير في اداره مسابقه او المسابقات المحليه هذا الموسم، وفي نفس الوقت هو اعتراف ضمني بصحه موقف النادي الاهلي، خاصه النادي الاهلي كان طلب حاجات وطلب بنود معينه ما كانش طالبها حاجه تخص النادي الاهلي بس، كان طالبها سواء كان تنظيم للمسابقة أو مواعيد القيد أو نهاية الموسم أو الموسم الجديد أو فيما يخص القيد الأفريقي، كل دي طلبات مشروعة وطلبات تخص إدارة المسابقة. بالضبط، وطلبات تخص كل الأندية، وبالتالي اتحاد الكرة نفسه اعترف بصحة موقف النادي الأهلي وقيمة النادي الأهلي وعراقة النادي الأهلي، وفي تصور النادي الأهلي أدار الموضوع باحترافية شديدة وبهدوء شديد كعادته يعني. هل اتحاد الكرة استهلك الوقت من وجهه نظرك في حل هذه الازمه، وخصوصا ان كان عنده متسع من الوقت لو ضغط بعض المباريات للفرق المنافسه للنادي الاهلي زي ما حصل مع النادي الاهلي، وتطبيق كلمه موسم استثنائي على النادي الاهلي، فمعلش تستحملنا شويه العب كم ماتش ورا بعض كل 72 ساعه في شهر فبراير لو تفتكر بالتحديد، النادي الاهلي لعب 8-9 ماتشات، ليه الكلام ده ما حصلش؟ وهل ده عن عمد من اتحاد الكره استهلاك الوقت؟ مش هنقول استهلاك الوقت بس هنخليها وهنحل الكلام شويه، نقول ان هو ما كانش موفق في اداره المسابقه وفي وضع المواعيد المناسبه ليها. ويمكن النادي الاهلي في بدايه الموسم رغم المشاكل الكتير اللي حصلت، لكن النادي الاهلي الى حد ما كان حريص على ان المسابقه تستكمل، وحريص على ان هو يقف جنب اتحاد الكوره، وحريص كل الحرص سواء كان على اتحاد الكوره او الانديه المصريه، بس ده بما لا يتعارض مع مصلحه النادي الاهلي. النادي الاهلي صبر كتير واستحمل كتير، كلنا عارفين في الفترات الاخيره كان في نوع من التجاوز من انديه اخرى، كان في نوع من الضغط على اتحاد الكوره من انديه اخرى، النادي الاهلي كان مطلع نفسه بره الموضوع بشكل ما وتعامل باحترافيه شديده جدا وبثبات كبير جدا. من وجهه نظري ممكن ده خلى اتحاد الكوره عارف ان النادي الاهلي بيتعامل بهدوء وبثبات، فاللي هو يعني ما كانش موفق في اتخاذ القرارات، لكن لما لقى ان النادي الاهلي تعامل بشكل مختلف وبشكل قوي وابتدا ياخد قرارات حاسمه في الموضوع، بدا الامور تتغير وبدا يعترف بحق النادي الاهلي وبدا يعترف بصحه موقف النادي الاهلي والدليل البيان اللي طلعه، وفي نفس الوقت تواريخ المباريات اللي النادي الاهلي كان بيطالب فيها، نهاية الموسم هتبقى امتى، بداية الموسم هتبقى امتى، تعهد بمد فترة القيد في افريقيا خاصة. نعم دي اهم نقطة. طبعا نقطة كبيرة جدا، خاصة امير ان النادي الاهلي اكتر فريق بيشارك في افريقيا في السنين اللي فاتت ممثلا عن مصر، وبالتالي هو اكتر فريق تعرض للضرر في السنوات الاخيره، والسبب او النتيجه كانت باينه جدا في الموسم اللي فات، كميه الاصابات الكتيره جدا اللي تعرض لها لعيبه النادي الاهلي، واللي بسببه حتى النادي الاهلي تعرض لهجوم شديد جدا بسبب الاصابات دي، لكن الناس مش مدركه الى حد كبير ان ده نتيجه اجهاد كبير جدا. النادي الاهلي 3 أو 4 مواسم متلاحمه بيلعب في الدوري وبيلعب في افريقيا وبينافس في كل البطولات، فاعتقد ان النادي الاهلي دفع ثمن كبير جدا بسبب تلاحم المواسم، وكان لزاما على اتحاد الكوره او هو لزاما عليه بما انه هو مسؤول عن اداره المسابقه انه يعمل فتره سلبيه او راحه سلبيه بين المواسم. لان احنا شفنا اكيد خلال الموسمين اللي فاتوا بالتحديد وكثره الاصابات في النادي الاهلي كان بسبب تلاحم المواسم والموسم الافريقي بالتحديد ومباريات ورا بعض، فطبيعي ان كان يبقى في ناتج كبير جدا وعدد كبير جدا من الاصابات بنشوفه في صفوف النادي الاهلي، وده ادى لفقدان بعض البطولات بشيء. ودي الحاجه اللي الناس ما كانتش واخده بالها منها، الناس متخيله ان في اصابات في الاهلي فاذا في مشكله في الاهلي، لا طبيعي جدا في اي مسابقه محترمه واي دوري محترم بيبقى في راحه سلبيه بين المواسم. وبعدين خد بالك امير السنه دي كمان بما انه هو موسم استثنائي فالنادي الاهلي دفع الثمن اكتر، ان النادي الاهلي لعب في بطولتين افريقيا في موسم واحد جنب البطوله العربيه جنب الدوري، فاعتقد ده اثر على الاهلي بشكل كبير جدا، وكانت نتيجته هي كميه الاصابات اللي لو تلاحظ هتلاقيها خفت كتير جدا في الفتره الاخيره بعد ما الاهلي بدا يلعب ماتشاته بشكل مستريح. لكن متفق معايا ان في بيان اتحاد الكره في بعض الجوانب الايجابيه لصالح الكره المصريه، بغض النظر عن موقف مجلس اداره النادي الاهلي اللي احنا لسه مش عارفينه
هنشوفه خلال الساعات المقبله. طبعا هو في جوانب ايجابيه كتير جدا، بس يعني لازم اتحاد الكره يطبقها، هو مطالب ان هو يطبقها، وفي نفس الوقت زي ما قلت لك هو اعتراف ضمني باحقيه وصحه موقف النادي الاهلي في الفترات اللي فاتت. يعني هو اصبح مجبر ان هو يطبق هذه القرارات اتحاد الكره، صح؟ لان هو قبل كده كان ادى قرارات ووعد النادي الاهلي بتطبيق مثلا تقنيه الفار ده من يوم 1/1/2019، لحد دلوقتي مفيش فار في مصر. ما هو اكتر حد دفع الثمن هو اتحاد الكره نفسه من كميه الهجوم اللي تعرض ليها من كل الانديه. واعتقد الفار رغم التكلفه الكبيره اللي هيكلفها الانديه او اتحاد الكوره، ورغم ان في بعض الازمات وبعض المشاكل، لكن هو يحل ازمات اكتر ومشاكل اكتر. ولو انا في تصوري الشخصي لو الفار كان موجود السنه دي في الدوري المصري كان في انديه هبطت ما كانتش هتهبط، وكان في انديه بتنافس ما كانتش هتبقى بتنافس، كان ممكن تبقى موجوده في وسط الجدول. يعني لان الفار بيحل مشاكل كتيره جدا، وفي نفس الوقت ما بيديش فرصه لحد ان هو يهاجم التحكيم او يهاجم اتحاد الكوره. ولو مش شغال بيعمل مشاكل كتيره برضه زي ما شفنا ماتش الترجي بالبدايه. بس اتمنى ان لما يتم تطبيق الفار يتم تطبيقه باحترافيه شديده جدا، ما يتمش تطبيقه زي الموسم اللي فات تقريبا، نجيب شاشه قديمه تلفزيون والمخرج تلاقيه بيعيد او جايب بتاع الفار، يعني هو بتاع الفار قاعد يتفرج في التلفزيون مثلا رغم ان هو الحاجه البدائيه علشان يقرر الكره دي ايه، وتلاقي المخرج جايب له صورته. فدي من ضمن المشاكل لازم نتلافاها في الفتره اللي جايه ونطبقها بشكل احترافي. يعني طيب بالمناسبه بعض المواقع بتقول دلوقتي ان الاتحاد الافريقي لكره القدم اعلن عن مواعيد بطوله دوري ابطال افريقيا النسخه الجديده موسم 2019-2020 واللي منتظر ان تبدا خلال شهر اغسطس. اغسطس ده اللي هتكون الادوار التمهيديه، هتبتدي من امتى بالظبط؟ من يوم 9/10 أو 11 أغسطس من هذا الشهر، وكمان لقاءات الإياب هتكون يوم 23 أو 25 من نفس الشهر. ده بالنسبة لدور أو الأدوار التمهيدية. بالنسبة لدور 32 هيكون بداية من يوم 13 إلى يوم 15 سبتمبر، ومباريات الإياب هتكون يوم 27 يوم 29 سبتمبر. متخيل إن الدور 32 اللي ممكن يشارك فيه النادي الأهلي هيكون لسه الدوري الجديد ما ابتداش، وهنكون لسه مخلصين الدوري اللي لسه ما خلصش ده لو اتلعب يعني أو لو كمل يعني. هل ده منطقي مثلا؟ هو مش منطقي، هو ده احنا كنا بنتكلم في موضوع الراحة السلبية بين المواسم. أعتقد كده إنك أنت هتنهي موسم وتخش في نفس في الموسم الجديد، وده برضو مش عايزين سيناريو الموسم ده يحصل او السيناريو المواسم اللي قبل كده يحصل. واتحاد الكوره مطالب ان هو يجد حل. وفي نقطه كمان يا امير، بما انك انت قلت مواعيد دوري ابطال افريقيا واكيد مواعيد الكونفدراليه هتطلع ومواعيد البطوله العربيه، اتحاد الكوره هو بيحط جدول الموسم الجديد لازم يبقى حاطط في حساباته مواعيد الماتشات دي عشان ما نجيش يحصل سيناريو كل سنه ان انت مثلا يبقى عندك ماتش في افريقيا وماتش في الدوري، فاوريدي هتاجل ماتش الدوري، يجي النادي التاني يشتكي انك انت اجلت ماتش الدوري، وتحصل الازمه اللي بتحصل كل سنه. دي نقطه. النقطه الثانيه لازم تبقى عارف برضو الماتش سواء النادي المصري اللي هيلعب في البطوله الافريقيه هيلعب جوه ولا بره، لان لو جوه بتفرق مثلا ممكن تلعب قبلها ماتش في الدوري قبلها بثلاث اربع ايام وبعد كده تلعب الماتش في افريقيا على ارضك هنا في مصر، لكن لو هتسافر بره اعتقد مش هينفع تلعب قبلها بثلاث ايام على ارضك، فهيبقى خمس ايام او ست ايام عشان تلحق تسافر وتستعد واللعيبه تاخد راحه. فكل الامور دي لازم اتحاد الكوره يحسبها بشكل كويس ويحط مواعيد للمباريات بشكل كويس، لا تقبل بعد كده مساله التجديد ويدخلنا تاني في قصص جدليه قد تؤثر بالسلب على الدوري المصري زي ما هو حاصل في الوقت الحالي. مش عايز اكون متشائم، بس الواضح كده ان احنا الاتجاه الاكبر هنكون في موسم استثنائي جديد من الفتره اللي جايه او من السنه اللي جايه بسبب المواعيد دي، وبسبب الارتباطات الدوليه للمنتخبات المختلفه، وبسبب ارتباطات الانديه سواء البطولات الافريقيه او كمان البطولات العربيه، لان بخلاف اهلي زمالك بيراميدز مصري في البطولات الافريقيه عندك الاسماعيلي والاتحاد في البطولات العربيه، فبالتالي هيكون في مؤجلات كتير، فبالتالي الموسم هيمتد اكتر، فممكن يخلص في نفس ميعاد اللي هيخلص فيه الموسم ده. فاعتقد ان احنا ممكن نقبل على موسم استثنائي جديد. يعني احنا مش عايزين نتمنى كده، مش عايزين طبعا، احنا بنحلم ان احنا ننظم مسابقه محترمه. واتحاد الكوره طلع واعلن ان الظروف في السنه الجايه هتبقى مختلفه، لكن زي ما انت مش عايز تكون متشائم احنا برضو مش عايزين نكون متشائمين، لان نفس السيناريو ده ممكن بيحصل كل سنه، نفس الاخطاء بتتكرر. يمكن انا اسمع من ايام الكابتن سمير زاهر ورئيس اتحاد الكوره نفس المشاكل نفس الازمات، كل ما يتعلق بالتحكيم كل ما يتعلق بالمسابقات وتأجيل المباريات بيتم الوقوع في نفس الخطأ كل مرة. أعتقد
او نتمنى ان ده ما يحصلش في الموسم اللي جاي. ان شاء الله اكيد نتمنى كل التوفيق لاتحاد الكره في اداره المسابقه الموسم اللي جاي، وان هو ينفذ كل قراراته اللي قالها في بيانه بالامس، عشان ده هيعود بالصالح بكل تاكيد على الكره المصريه. وان شاء الله باذن الله نحاول نشوف موسم جيد ومنتظم، ما يكونش موسم استثنائي باذن الله يعني من قبل الاتحاد المصري لكره القدم. خلينا نكمل لحضراتكم كمان مواعيد دور ال 16 طبقا للقرارات او طبقا للجدول الجديد اللي اعلنه الاتحاد الافريقي لكره القدم الخاص ببطوله دوري ابطال افريقيا. دور ال 16 هيكون يوم 29 البدايه، الجوله الاولى ما بين ايام 29 ليوم 1 ديسمبر 29 نوفمبر ليوم 1 ديسمبر، الجوله الثانيه هتكون من 6 من ما بين ايام 6 و 9 بشهر ديسمبر، الجوله الثالثه هتكون من 27 ل 29 ديسمبر، الجوله الرابعه هتكون من 14 ل 16 فبراير، الخامسه من 21 ل 23 فبراير، والجوله الاخيره هتكون من 6 ل 8 من شهر مارس. هيبقى في قرعه بعد كده تقام يوم 11 مارس، شهر ابريل هيكون دور ربع النهائي يوم 10 11 او 12 ابريل، بعد كده دور نصف النهائي يوم 24 او 26 ابريل، وبعد كده جوله الذهاب من الدور النهائي هتكون يوم 15 او 16 مايو، والاياب هيكون يوم 29 او 30 مايو. يعني البطوله تخلص يوم 30 مايو، يعني نفس تقريبا الميعاد اللي كان من المفترض تنتهي فيه البطوله هذا الموسم لولا الظروف اللي مرت بيها بطوله او مباراه الترجي والوداد في مباراه الاياب في تونس بالتحديد. خلينا نروح لقائمه منتخب مصر، رايك في القائمه بعد استبعاد كل من ابو الفتوح وابو جبل؟ هل القائمه من وجهه نظرك شايفها مناسبه وهتساعد المنتخب في الفوز باللقب ان شاء الله؟ بدايه يا امير خلينا نتكلم على استراتيجيه مستر اجيري. هو في الاول كان رافض وقت تسلمه المهمه انه ياخد لعيبه كبار في السن زي عبد الله السعيد، وليد سليمان او احمد فتحي، كان رافض المبدا ده تماما وقال لك ان انا بعيد جيل لكاس العالم 2022. لما مصر فازت بتنظيم كاس الامم الافريقيه ابتدى الجيري يتحط تحت ضغط كبير جدا ان هو عايز يعد جيل 2022، في نفس الوقت خايف ان البطوله على ارضك فانت مطالب انك تحققها والجماهير المصريه مش هترضى باقل من كده. يعني طبعا فكره مثلا البطوله اللي فاتت انك انت توصل للنهائي وتخسر كانت مزعله الناس شويه، بس في الاخر انت كنت بقالك نسختين ثلاثه ما بتشاركش في البطوله ما بتتاهلش ليها وعملت مستوى كويس، فالناس ما وبعدين الصعود لكاس العالم نسى الناس برضو شويه الموضوع. لكن دلوقتي لما البطوله هتبقى على ارضك الناس مش هتسامح، لا اتحاد الكوره ولا الجهاز الفني للمنتخب ولا حتى اللعيبه في حاله انك انت ما تكسبش البطوله. فبدا مستر اجيري يغير الاستراتيجيه بتاعته، بدا يحط وليد سليمان في الحسابات رغم ان هو كان مستبعده تماما، وده خلى وليد سليمان يعلن اعتزاله اللعب الدولي. ابتدى الجهاز الفني للمنتخب وكابتن هاني رمزي يتواصلوا مع وليد سليمان، بدا التواصل مع عبد الله السعيد، بدا التواصل مع احمد فتحي، بس احمد فتحي ما ظهرش بالمستوى المقنع بالنسبه لمستر اجيري فعشان كده ما تمش ضمه. وليد سليمان اعتقد هيكون بديل لمحمد صلاح، عبد الله السعيد هيشارك بشكل اساسي في خط الوسط. لكن بالنسبه للاختيارات في علامات استفهام كبيرة جدا، أعتقد أنه أحمد علي يستحق الانضمام للمنتخب، لكن هو ضمه بعد إلحاح شديد جدا وبعد ضغط من وسائل الإعلام وبعد ضغط من بعض المقربين عليه، فهل هو ضمه عن اقتناع أنه هو هيلعبه ولا هو بحكم أنه هداف الدوري ولا هل هو ضمه بسبب الضغط؟ ده اللي هيبان في الماتشات سواء هيديله فرصة أنه يلعب بشكل أساسي أو لا. المهاجم الاساسي من وجهه نظرك ممكن يكون مين في منتخب مصر؟ في تصوري الشخصي المهاجم الاساسي هيكون مروان محسن. مروان محسن هو في الحقيقه الفتره اللي فاتت كان ماشي كويس مع النادي الاهلي، حتى لو مش بيشارك اساسي بس لما بينزل بيبقى مؤثر يعني في الحقيقه. هو برضو اجيري ما بيختلفش كتير في الاستراتيجيه بتاعته عن كوبر. مروان محسن كان هو المهاجم الاساسي للمنتخب في السنين اللي فاتت ماشي بشكل كويس، حتى لما بعد فتره للاصابه رجع تاني ماشي بشكل كويس، رغم ان هو يعني بعيد عن التهديف شويه لكن هو بينفذ فكر او الخطط المدير الفني. ومستر اجيري عنده قناعه ان هو المهاجم الاساسي بالنسبه للمنتخب. طيب بالنسبه لقصه محمد صلاح عايز اخد تعليقك عليها، لان في الحقيقه احنا خلاص مقبلين على بطوله الامم الافريقيه كمان 10 ايام بالظبط، اول مباراه لمنتخب مصر في البطوله، وحتى الان لم ينضم محمد صلاح لقائمه المنتخب او الاستعدادات المنتخب.
شايف الموضوع ده طبيعي بالنسبه للواحد لعيب كبير جدا جدا زي صلاح مستحق او يستحق فتره راحه مثلا، ولا خلاص انت لازم تدخل مع المنتخب على طول وتستعد بكل قوه وجديه عشان ان شاء الله يكون ليه دور كبير كالعاده في تحقيق البطوله؟ خلينا نقول في البدايه ان صلاح لعيب كبير طبعا. ونجم عالمي دلوقتي ويعتبر من احسن ثلاث لعيبه في العالم ودلوقتي بينافس على الكره الذهبيه وفوزه بالتشامبيونز ليج حاجه جدا فخر ليه وفخر للمصريين كلهم وهو وحد كل المصريين، لكن ده ما ينكرش ان في لغز او في علامات استفهام كبيره جدا على عدم انضمام محمد صلاح للمنتخب لحد دلوقتي. هو من حقه ياخد راحه لانه لسه مخلص الموسم حلو، لكن انا من وجهه نظر الراحه دي يعني كترت شويه، كان ممكن اقل من كده، كان ممكن ينضم للمنتخب من يومين ثلاثه الدنيا الامور هتبقى افضل. ويمكن حتى من الحاجات اللطيفه او الخفيفه ان صلاح ظهر بان هو بيصطاد سمك في البحر الاحمر، بيعرف يصطاد شكله، بيعرف يصطاد في الجونه متعب علمه، وفي تقارير او في معلومات بتقول ان الصيد ممنوع في البحر الاحمر بقرار صدر في شهر 4 اللي فات، والصيد ممنوع في مياه البحر الاحمر لحد شهر 10 اللي جاي، وده عشان نوع من الحفاظ على الثروة السمكية وتحقيق الاتزان البيولوجي. لكن الناس برضو في تسامح بالنسبة لصلاح، قالوا ان اكيد صلاح ما كانش يعرف بالقرار. القصة امير انك انت عارف ان مصر البطولة دي مهمة بالنسبة لها، عارف ان ده مشروع دولة طبعا، فما كانش لازم انك تزود الاجازة، كان ممكن الموضوع يقتصر على يومين ثلاثة اربعة و ممكن تنضم امبارح او امبارح، لكن لحد دلوقتي محمد صلاح ما انضمش للمنتخب. في لغز، اللغز الاكبر كمان من كده ان المهندس ايهاب لهيطه نفسه طلع يتكلم وكابتن هاني رمزي طلع يتكلم، قال ان صلاح بينسق مع مستر اجيري بخصوص موعد انضمامه للمنتخب. هو هنا السؤال، هل ده دور مستر اجيري؟ هو ده مش دور مستر اجيري، دور مستر اجيري فني، لكن الدور الاداري كله يخص المهندس ايهاب لهيطه مدير المنتخب. طيب هل حتى لو هو بينسق مع مستر اجيري واحنا وافقنا على كده وما عندناش مشكله عشان احنا بنحب صلاح، فليه لم يتم الاعلان عن موعد انضمام محمد صلاح للمنتخب؟ ما هي دي النقطه بقى، يعني قال له قول لنا هينضم يوم كذا، اوكي المدير الفني ممكن يتدخل في فتره الراحه اللاعب لان هو ممكن جوانب البدنيه وضروره الراحه ممكن تبقى قد ايه، بس اعلنوا عن الفتره اللي هيستريحها محمد صلاح وبعديها هينضم للمنتخب. بالظبط، يعني هل رغم ان هو يحدد ده مع مستر اجيري ممكن ان ده مش احترافي وبشكل كبير المفروض ده يكون مع مدير المنتخب بالتنسيق مع مستر اجيري، ويكون مدير المنتخب هو عارف المواعيد، ده هينضم امتى، ده جاي امتى، ده هيسافر امتى، دي نقطه. النقطه الثانيه لو هو منسق مع مستر اجيري واحنا ما عندناش مشكله في كده، ليه ما يتمش الاعلان عن موعد انضمام صلاح؟ طب هل هو منسق مع مستر اجيري وما تمش لسه تحديد موعد انضمامه؟ اعتقد ده لو حقيقي تبقى كارثه انما لحد دلوقتي ما يتمش تحديد موعد الانضمام والمعسكر المنتخب الناس اللي بتستعد انها ترفع علم بلدها، اعتقد محمد صلاح رفع علم مصر في المحافل الدوليه، لكن جمهور مصر مستني منه كتير جدا جدا في بطوله الامم الافريقيه. فعلا، واحنا اكيد املنا كلنا على محمد صلاح. خليني سريعا نتفاعل مع جمهور النادي الاهلي على السوشيال ميديا وبالتحديد نبتدي بفيسبوك، وكان سؤال حلقه اليوم ما رايك في القائمه النهائيه لمنتخب مصر التي سيخوض بها أمم أفريقيا 2019. نبتدي بواحد كاتب نفسه عايش وخلاص ماشي، قال كلعيبة أساسية تمام، يعني هو شايف أن اللعيبة الأساسية تمام، المشكلة في التغييرات أو التبديلات، مين هيكون اللعيب اللي جاهز أنه يعوض اللعيبة الأساسية دي. محمد جيمي قال القايمة ممكن تعدي دور ال 16 بالعافية كمان، متشائم شوية. محمد خالد قال ناقصة رمضان وكهرباء وأولهم عبد الله جمعة، دي حقيقة طبعا، يعني ده محمد خالد وجهة نظره اللاعبين اللي ممكن يكون محتاجه منتخب مصر وما انضموش. محمد عبد الفتاح قال ناقصها عمرو السولية ورمضان صبحي. عمر بوياكا قال ينقصها عمرو السولية وعبد الله جمعة ورمضان صبحي. وكمان ناجي ابو طعيمه بيقول ينقصها السوليه ورمضان وعبد الله جمعه. مختلف على الاسماء دي؟ لا مش مختلف طبعا، زي ما قلت لك في علامات استفهام كتير جدا حوالين بعض الاسماء. على راسها اعتقد واحد زي عبد الله جمعه قدم موسم كويس جدا طبعا، كان جدير بالانضمام للمنتخب، خاصه حتى لو هتم استبعاده، يعني انت مثلا ضميت احمد ابو الفتوح هو اساسا ما بيلعبش اساسي مع سموحه، ضميته كباك ليفت، طب ما كان عبد الله جمعه اولى حتى لو هيتم استبعاده بعد كده، فانت على الاقل رفعت من روحه المعنويه، اللاعب ظهر بمستوى كويس وخليته ان هو في حسابات مستر اجيري. دي نقطه. النقطه الثانيه، اي مدير فني الطبيعي ان هو بيفكر
في ساعات بتبقى في ماتشات معقده، في ماتشات صعبه بتتحل بفرصه بترقيصه بلعبه، بيبقى في لعيبه عندك اصحاب مهارات خاصه واصحاب حلول خاصه. على راسهم محمود عبد المنعم كهربا، وعلى راسهم رمضان صبحي. طبعا فاعتقد الاثنين دول كانوا مهمين جدا جدا ان هم يلعبوا او ينضموا للمعسكر. النقطه الثانيه لازم يكون في بديل لعبد الله السعيد، وشايفين انا من وجهه نظري كان واحد من اثنين، يعني صالح جمعه مع النادي الاهلي او محمد مجدي قفشه لاعب بيراميدز، الاثنين قدموا موسم كويس جدا، اعتقد وجود واحد فيهم مهم جدا جدا. طب موجود عمرو ورد في تصوري مش ما بيقومش بنفس الدور اللي هو مركز 10، انا عمرو ورده على الجون اكتر، بياخد الكره ويروح اكتر، لكن البلاي ميكر اللي هو بلاي ميكر وبيقدر يمشي اللعب ويتحكم في رتم الاداء ده قليل جدا في مصر. عبد الله السعيد، صالح جمعه، محمد مجدي قفشه، اعتقد دول كان واحد منهم كان هيبقى حل مناسب جدا جدا لمستر اجيري. مين بديل تريزيجيه في المنتخب؟ ما هي دي الازمه، كان بديله كان محمود كهربا او بديله او رمضان صبحي، لكن دلوقتي ممكن يكون في متخيلته ان عمرو ورده يلعب في المكان ده. بس المكان ده بيبقى عايز سرعات، عمرو ورده ما عندوش سرعات، عايز سرعات وعايز مهاره، والاثنين بيتمتعوا بالسرعات والمهاره. وانا كان عندي معلومه ان كان في تواصل مع رمضان صبحي في الفترات الاخيره ان هو ينضم لمعسكر المنتخب، وفي حاله مشاركته بشكل اساسي مع ناديه، وده كان من ضمن الاسباب ان رمضان صبحي رجع تاني للنادي الاهلي، ان هو كان عايز يعمل حاجه للنادي الاهلي رقم واحد، تاني حاجه ان هو كان يضمن المشاركه بشكل اساسي علشان ينضم للمنتخب، لان انت عارف لما بيتغير الجهاز الفني مستر كوبر كان مقتنع بامكانيات رمضان صبحي وكان بيلعبه بشكل اساسي، لكن كوبر لما مشي اجيري جه بسياسه مختلفه باستراتيجيه مختلفه، فابتدى التواصل مع رمضان ان هو لازم يلعب بشكل اساسي عشان ينضم للمنتخب. رمضان لعب بشكل اساسي، لكن في نفس الوقت من وجهه نظر كوبر ما كانش مقنع، هو ده اللي من وجهه نظر اجيري ما كانش مقنع، وهو ده اللي بيحط علامات استفهام كتيره، لان بيبقى عندك لعيبه زي كهربا وزي رمضان صبحي اعتقد وجودهم مهم جدا، حتى لو على الدكه اكيد هتحتاجهم. وعلى فكره اخرهم ماتش المغرب تقريبا في كاس الامم الافريقيه اللي فاتت احتجت كهربا ولعبته مهاجم وهو احرز هدف الفوز، فكان وجود الاثنين او على الاقل واحد منهم مهم جدا. هي الاسماء كلها يعني مش بنختلف عليها كلنا، وخاص بتحديد اللاعبين تم استبعادهم سواء عبد الله جمعه، عمرو السوليه، كهربا، رمضان صبحي، وبالتحديد عبد الله جمعه الكلام عليه كتير شويه، لكن بعض من المحللين بيقول لك ان مستر اجيري اصلا ما بيلعبش ب 4 4 2 وبيلعب بثلاثه ورا وقدامهم 5 1 1، فبالتالي مش هيكون بحاجه لي او في حاجه لي عبد الله جمعه، عشان كده ما خدش باك ليفت صريح، بالعكس هو لما بيلعب ثلاثه فهيبقى عايز لعيبه بقدرات احمد ايمن منصور لاعب بيراميدز وايمن اشرف لاعب النادي الاهلي. هل الكلام ده ممكن يكون منطقي شويه؟ هو الكلام منطقي وبيفكر كده فعلا، لدرجه ان هو في فتره من الفترات كان بيفاضل بين محمود علاء وبين احمد ايمن منصور، وكانت كفه احمد ايمن منصور هي الارجح بحكم ان هو بيلعب باك ليفت وبيلعب مساك، كان تألق محمود علاء بشكل كبير جدا في الفتره اللي فاتت اكبر اجيري ان هو يضم. لكن زي ما قلت لك مش لازم تاخد عبد الله جمعه وتلعبه بشكل اساسي، او تاخده حتى تضمه للقائمه الاساسيه، كان ممكن تاخد عبد الله جمعه مكان احمد ابو الفتوح ويتم استبعاده من القائمه، هو وقتها هو هيبقى راضي نفسيا ومستريح وهيبقى عنده امل واجتهاد اكتر في الفتره اللي جايه. وده هيشدنا لحاجه ثانيه برده امير، برده موضوع محمد عواد. عواد ده مهم قوي، لان عواد بصراحه من الحراس المتالقين جدا في الدوري السعودي. طبعا عواد عامل موسم كويس وهو خامه كويسه جدا، لكن زعلان قوي هو انه ما راحش، زعلان قوي جدا، ورغم ان هو فنيا لعيب عالي، بس انا متفق مع مستر اجيري في موضوع محمد عواد، لان انا وجهه نظري عواد عنده مشكله كبيره جدا وهي الانفعال، تصريحات الانفعاليه. عواد بعد استبعاده من كاس العالم خرج بتصريحات ضد كوبر وضد كابتن احمد ناجي مدرب حراس المرمى بسبب استبعاده، في نفس الوقت بعد استبعاده من بطوله الامم الافريقيه خرج بنفس التصريحات، وبالتالي ساعات انت ممكن تبقى كلاعب فنيا عالي بس شخصيتك او اتزانك النفسي في وقت الازمات ووقت المشاكل ده هيصدر ازمه للجهاز الفني. ممكن يكون الجهاز الفني فكر ان لو ضم عواد للمنتخب والمنافسة مثلا مع محمد الشناوي أو أحمد الشناوي مش في صالحه، أن واحد فيهم هو اللي هيلعب بشكل أساسي، عواد يثير أزمة في المنتخب، مع العلم أن انضمام شريف إكرامي مكان عواد للمنتخب في كأس العالم 2018 كان قرار صحيح، لأن شريف إكرامي كان قبلها
اي نعم في الوقت ده ما كانش بيلعب بشكل اساسي، لكن خبراته وقدراته وقبلها ان هو كان الحارس الاساسي المنتخب على مدار موسمين متتاليين، ده كان يشفع له جنب الشخصيه اللي احنا بنتكلم عنها. عواد ممكن لو قعد على الدكه يعمل مشكله. ونرجع تاني برضو عصام الحضري لما كان بعيد عن المنتخب وحب يرجع تاني، الجهاز الفني اشترط عليه ان هو هيكون الحارس رقم 3. رد الحضري عليهم قال لهم انا اروح اشيل الكور في المنتخب. هي دي ممكن تكون شخصيه. سبحان الله راح لعب بالظبط. شريف اكرامي كذلك، شريف اكرامي كان هيلعب لولا الاصابه في كاس الامم الافريقيه اللي فات. فبالتالي ممكن تكون انت مستواك الفني عالي جدا لكن شخصيتك هتعمل مشاكل للجهاز الفني وتعمل بلبله داخل الفريق فيتم استبعادك. عواد ما اتعلمش الدرس في كاس العالم وكرر نفس الخطا، واعتقد ده بيبعده بشكل كبير جدا من المنتخب في السنين اللي جايه. هل في تشابه ما بين شخصيه عواد وجنش فيما يتعلق بجزئيه العصبيه شويه؟ لان جنش طبعا احنا بنتكلم عليه دلوقتي كلاعب من منتخب او من لاعبي منتخب مصر وحراس منتخب مصر. ما ممكن واحد يقول لك دلوقتي طب ما هو جنش ده عصبي جدا في الملعب، ايه الفرق مع عواد؟ مشاكله في الملعب كتير كمان جنش. لا بس ممكن جنش عصبي لمصلحه الفريق، فلكن بعد الماتش ما بيطلعش يهاجم. بس عصبيته ممكن تؤدي لانذار، ممكن دي ممكن تبقى نقطه سلبيه. لكن لازم تبقى عارف ان اللعيب اللي قاعد على الدكه يكون جواه روح واصرار وعزيمه اللعيب اللي بيلعب جوه الملعب. لو انت بتلعب اساسي وانا احتياطي من جوايا مش حابب لك الخير، خلاص انت في نقطه في ثغره في المنتخب المفروض كله على قلب رجل واحد. فانت مثلا لو مش هتعمل الدور ده حتى لو مستواك الفني اعلى من واحد تاني هيبقى موجود مكانك، انا مش هبقى عايزك، انا عايز اللي هو مستوى اقل بس هيعوض لي في نقط تانيه مهمه. بس انا مش عايز يعني نقول للناس او نصدر للناس ان عواد يعني واحد نفسيته جحيم. لا احنا ما قلناش كده، احنا بنقول ان هو تصريحاته انفعاليه تصريحاته غير متزنه. انفعاليه ما بيفكرش بس الاول، كرر نفس الامر مرتين، فاعتقد ان هو يعني محتاج يراجع حساباته الفتره اللي جايه ويتعلم من الاخطاء دي. مين الحارس اللي هيحرس منتخب مصر في بطولة الأمم من الثلاث حراس الموجودين من وجهة نظرك؟ من الثلاث حراس معلومة من جوه المنتخب أحمد الشناوي. معلومة أحمد الشناوي. أحمد الشناوي أجيري والكابتن أحمد ناجي تابعوا أحمد الشناوي على فترات كبيرة، رغم تألق محمد الشناوي ورغم هو كان الحارس الأساسي في الفترات اللي فاتت، لكن هم عندهم قناعة بأن أحمد الشناوي هيكون الحارس الأساسي. أيا كان مين اللي هيشارك في ال 11 لاعب أو كل اللاعبين 23 لاعب اللي هيلعب منهم، أكيد نتمنى له كل التوفيق ونتمنى له إن شاء الله إن هو يساعد منتخب مصر في تحقيق اللقب وإضافة اللقب رقم 8 في بطولات الأمم الأفريقية في رصيد مصر. ده أكيد هيكون شيء مهم جدا. خليني سريعا أروح لتويتر وأشوف تفاعل الجماهير. هاخد بالتحديد اتنين بس. محمود عبد الكريم قال ده بالنسبة طبعا لسؤال الحلقة وهو خاص برأيك في القائمة النهائية لمنتخب مصر اللي هتشارك في بطولة الأمم. محمود عبد الكريم قال هي فيها عيوب بس لازم ندعم المنتخب، ودي رساله مهمه جدا لان انت لازم فعلا تدعم المنتخب ايا كان ايه العيوب اللي في القايمه، لكن ده دورنا كلنا كمصريين ان احنا ندعم منتخب مصر. عموري قال في ناس موجوده ما تستحقش وناس تانية تستحق زي عمرو السوليه عبد الله جمعه محمد هاني، بس احنا هنرضى باللي كتبه ربنا ونتمنى كل التوفيق لمنتخب مصر، وده فعلا شيء مهم وشيء اكيد نتمناه كل توفيق لمنتخب مصر في حصد هذا اللقب واضافه بطوله جديده لمصر. استاذ عبد الحميد نورتنا وشرفتنا واستمتعت جدا جدا ان انت كنت معايا النهارده. شكرا ليك يا امير، ودايما متالق ودايما في احسن حال، ودايما جمهورك بيستمتع بيك. ربنا يكرمك، ربنا يخليك يا رب. دي كانت حلقتنا النهارده من كلام في الميديا، استنونا وحلقه جديده بكره في نفس الميعاد. الى اللقاء.